متابعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نرجعوا لمشكل تاع المحطة النموذجية لسيارة أجرة سواء على مستوى مدينة الضابضة أو على مطار محمد الخامس، خاصة على مستوى مطار محمد الخامس، لأنه لا يعقل أن تيجي السائح أو القادم إلى مدينة الضابضة وما تيجيوش واحد المحطة نموذجية لسيارة الأجرة. من أجل مناقشة القضية هذه نستضيف السي عبد الحق البوقي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. السي عبد الحق مرحبا بك. شكرا لك سي بوسا وشكرا للطاقم الشريف على انفاس بريس. مرحبا سي عبد الحق. المحطات النموذجيه على مستوى مطار محمد الخامس كانت مطلب يعني قديم للناس تاع سياره الاجره، في رايك علاش ما تدارش محطه في هذا المطار هذا؟ هي بالنسبه للمحطه ديال مطار محمد الخامس كاين هناك وعود، لا بالنسبه للعمالات المواصل ولا بالنسبه البشويه، ولا كاين وعود ولكن بقات حبر على ورق. يعني محطه كما عرفنا كما جينا عرفناها هذه تقريبا واحد 24 سنه باش تحقنا مطار محمد الخامس، باقا هي ما اللي كتجي الشتاء كيعمر داك الماء كيمشيو يجيبوا داك الكاميو، حلول ترقيعيه المفروض خاصها تصاوب يكون في المعايير، يعني خاص المفروض انها تكون اعاده الهيكله تاعتك، اعاده الهيكله ديالها، لان التصفيد ديالها داك التبليط ديال هذا لما لا يقولوا ارقام اللي كل واحد يكون عنده ديالو تكون هذاك الغطاء ديالها، لان السيارات دابا ملي كتكون في الشمس راه كتاثر عليهم طبعا، كاين لا غريز كاين الزيت كاين كل هاد الامور، البنوات كلهم هادوك خص يكون تكون مدرقه هذيك، تكون واحد لما لا يكون واحد البلايص فين ياخذوا السوايع الاضافيه مثلا ديال اللغات السائقين فين يجلسوا فين يتسارعوا، يعني تكون تما محطه نموذجيه تكون فيها مثلا مركز تاع التكوين تاع السائقين واعاده التكوين فيها كل شيء. فيها كل شيء. احنا مع النظام ماشي ضد النظام ولا مع من ماشي ضد العولمه، لا احنا مع كل شيء، ولكن خصنا نديروا الامور من الاول ديالها. يعني الا بغينا نبنيو شي دار كنبنيو الساس وكنطلعوا كنديروش ديريكت. ولكن بالنسبه لك علاش كاين التاخر في احداث هذه المحطه هذه؟ كاين ولا اعاده الهيكله ديالها؟ كاين تاخر بحجه ان مكتب المطار ما نقدرش. كاينش اولويه ولا؟ هو خصها تكون اولويه، من الاولويات خصها تصلاحيه. ما يمكنش نجيو مثلا غنديروا مثلا واحد الشباك ولا غنديروا هذا وغنديروا هو الاول، ما يمكنش، خصنا نصلحوا بعدا هو الاول، نصلحوا المحطه فين كيجلسوا الناس وفين كيشدوا الدور ديالهم، وانا ذاك ننتقلوا للشباك طبعا بمشاوره ديال المهنيين واشراك المهنيين. كنتوا تفتوا ضد الشباك في واحد الفتره من الفترات، يعني فين وصلت المفاوضات معكم مع إدارة المطار؟ احنا ديما تقريبا هذه سته ديال الهيئات ديال التنسيقيه اللي كنمروا يعني الصوت ديالهم انهم رافضين هذا الامر. كاين 275 سائق بالتوقيعات ديالها رافضين بالشكل بجة، ماشي رافضين النظام ولا لا، رافضينه بالشكل بجة. خاص تكون مشاورات وتكون جلسات مع المهنيين، طبعا مع المهنيين اللي كيشتغلوا ومع المهنيين كذاك اللي كيمثلوا القطاع ديال سياره الاجره، وانا ذاك نخرجوا بشي نتيجه يعني تكون ايجابيه. احنا مع هذا المغرب الجديد 2030 واش المؤخذه ديالكم على هذا الشباك هذا باش نفسروا المتتبعين تاع كاين الاولى النقطه الاولى وهي الظاهر المنظم 260 1963 يمنع الوسيط بين الزبون والسائق، هو هذا غيكون وسيط لانه هو ملي غياخذ هذاك الزبون غادي يعطيه واحد الورقه وغادي يتخلص هو ونجي انا عاد من بعد نتخلصه، بالاضافه لبزاف ديال الامور اللي غيديرها هو، غيتخلص بلاكارت غياخذ الاورو غياخذ. وشنو الضير بالنسبه لك انت في الاول والاخر غادي تخلص، يعني ما عندكش مشكل انت راه اي، ولكن اجي بس كما تنقولوا غادي يوصلك. لا اجي هذه 2024 هذه فرصه ان لا مع الولايه الجهه ولا مع العمالات المواصل، هذه فرصه ان نعدلوا هذاك الظاهر المنظم، انا ذاك نديروا الوسيط يعني يمنع الوسيط بين الزوين. الا الا بغينا نخرقوا الظاهر، الا بغينا نديروا يعني الظاهر يمنع الوسيط يمنع الوسيط، بغينا نديروا هذه الامور وغادي يتخلص هو من 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 يعني من هذيك لاكورز ديالي، لا
خاص الجهه اللي دارت مع التفويض اما لوينديه مكتب المطار هي اللي خاصها تخلصو. انا ما عندي علاقه به، بالاضافه ان هذاك الزاون ملي غيجي غادي ياخذ لي كوردوني كلشي ديالو، المعلومات كلها ديال سميتو امتى غيرجع امتى، يعني مابقاش هذاك السائق المهني مابقاش عنده علاقه به، مابقاش عنده علاقه به. اذا بالاضافه للصعيب في هذه الامراض هو عنده السيد ديالو، السيد داير فيه الطاكسي اسم الطاكسي ما عندوش طاكسي، هو باش غيهضر على الطاكسي باش يقول انا عندي طاكسي شباكه، ما عندوش طاكسي. لا عندك طاكسي جي مرحبا. ان الناس شحال تقريبا نتوما تاع الطاكسيات اللي كاينين في مطار محمد الخامس؟ تقريبا حوالي 400 اللي مسجلين، ولكن هذه حتى هي فيها نقاش، لان من المفروض هذا السلف طاكسي يكون عندها كلها الحق انها تشتغل في مطار محمد الخامس. وشنو هو مثلا يديروا مثلا حيت كاين واحد دفتر التحملات ولكن دفتر التحملات يعني ما زاد الا الطينه بله، ما دارش شي حاجه مهمه، ما حيدش الناس اللي كيديروا النقل السري، ما نظمش الناس اللي دمجوا معانا ديال الديبار ديال النواصر، ما حيدش بزاف ديال الحوايج. دونك هذاك بحال شديتي هذوك الناس وسديتي عليهم بهذاك دفتر التحملات اللي دار مع عمل النواصر ومع المهنيين، وسديتي عليهم صافي، ما جابش شي جديد. يعني مش اي سائق سائق طاكسي يقدر يخدم المطار محمد الخامس؟ لا، خاص يكون عنده رقم تسلسلي، يكون محصي ويكون بزاف ديال الاجراءات. داك الشيء علاش تكلمت انا على مجلس الاستفهام، قلت انا لماذا هاد 6000 مفتوح، كلها عندها الحق، علاش؟ راه كلها ولايه الدار البيضاء. علاش؟ ويكون الدور مثلا الا سمحتي يكون الدور مثلا من 1 حتى 400 يخدموا 3 شهور ولا 4 شهور، ومن 100 حتى اللي يخدموا 4 شهور. انا مع هذه المساله انت شخصيا ماشي كنهضر بدرت على القضيه هذه، هضرتي على المساله هذه، وكاين الاشكال الاخر هو قضيه التسعيره. علاش قضيه التسعيره؟ لان الناس يشوفوا واحد 300 درهم ولا 250 درهم تيقول لك مرتفعه، لان عدد الطاكسيات تما كاين قليل، وتيكون هذاك الزبون وهذاك المسافر اللي جاي للدار البيضاء مضطر انه يستعمل سياره الاجره في واحد التسعيره اللي هي مرتفعه. السي بوس، حنا بالنسبه للمطار محمد الخامس كنديو الناس 300 درهم، وكنديو الناس اللي عندهم 250 درهم واللي عنده 200 درهم واللي عنده 150 درهم، كلهم كنديو، كنخليهمش. يعني مثلا انا عندي زبون وفي الدور بعيد ملي كيقولوا 200 درهم كنطلع لها. اذا هذا اشكال حاليا، وحنا كاين 150 درهم كنديو الناس، ما عندناش مشكل، لان احنا عارفين الناس وعارفين القوه الشرعيه. كاين شي بعض تيقول بانه لا تيفرضوا على الناس 300 درهم ما يطلعش مع 300 درهم. لا كاين، لا 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 لا، وديروا انتم كصحافه بامكانكم تمشيو تما وتشوفوا الامور كيفاش داير، واش هذا الشيء اللي كنقولوا صح ولا. بالاضافه تكلمتي استاذي بوست على الطريفه، انا اعاتب يعني الجهات المسؤوله انها خاصها تعلق الطريفه. شكون الطريفه اللي هي محدده؟ لا خاصها تعلق، لان كانت معلقه ومن بعد دار فيها شي روتوج ولا شي حاجه بغاو يغيروا فيها وحيدوها مابقاش رجعوها، خاصها تعلق قبل من هذاك الطاق اللي داروا، خاصها تعلق هي الاولى قبل. وكما شرنا خاص اعاده الهيكله ديال المرآب كله ديال قطاع سيارات الاجره، ما فيه الدوشات المهنيين، ما فيه بزاف ديال الحوايج اللي في حاجه ماسه ليها، اللي حتى انسانيا تكون في ظروف صفره. خاص عبد الحق نخرجوا من مطار محمد الخامس نجوا للدار البيضاء. كان محطات النموذجيه على مستوى مدينه الدار البيضاء، هو توا مطلب اللي معلق منذ سنوات بالنسبه لسياره الاجره. يعني شنو الصفه ديالك ولا الوصفه ديالك باش نديروا هذه المحطات النموذجيه على مستوى مدينه الدار البيضاء؟ هذا لو كانت لا مجلس المدينه ولا الولايه جاده كره تصاوبوا هذه المحطات، بداوا بالمحطه ديال الاوبرا هي الاول، اكبر محطه تقريبا في الجهه ديال الدار البيضاء. وحتى بالنسبه للوعود تعطات ديال العميل السابق على اساس الولي السابق على اساس ان يكونوا محطات نموذجيه ويكونوا محطات ديستاسيون بيلوت، يعني فين غنحطوا ننزل الناس مثلا غادي في طريق مديونه
ماشي في اي بلاصه نحط فيها ما نوقفش ما نوقفش لاك الطوبيس لا بالنسبه للطاكسي صغير ولا كبير بحال يعني دي ستاسيون بيلو ولكن قاو حبر حبر ولكن علاش ما تيتمش التنزيل هادشي واش مشكل في واش مشكل في اللي تياخذ القرار ولا واش مشكل نتوما كميانيين ما تتفاعلوش مع هاد المسائل هذا شنو فين كاين الاشكال المشكل ديال الجهات الوصيه وكذلك تقصير حتى من الهيئات الممثله ما كاينش المتابعه ديال الملفات ربما ما كاينش الاتفاق لا لا ما نتفقوا نتفقوا علاش دونك ما كاينش متابعه المتابعه ما كايناش يعني كدير واحد الملف كتخليه وكيبقى راكد صافي ما كتمشي للحلول الترقيعيه ديك المسائل اليوميه المسائل اليوميه التدابير اليوميه ما عمرنا نوصل والدليل على الهضره ديالك تقول هو القضيه تاع اعاده انتشار بالنسبه للصياد الاجره دابا هذه سنوات باش يعني انطلق مشروع تاع الباصواي الترامواي ولكن ما كاينش واحد الفكره على مستوى اعاده انتشار تاع السيارات الاجره على مستوى مدينه الدار هو بالنسبه لهذا الامر هذا غادي يفرض نفسه يعني الناس غتولي تتقلب على البلايص فين يخدموا يعني غيولي اكتظاظ في الطريق ديال الباص والترامواي غيولي بزاف ديال الامور فالناس غتقلب على وهذه علاش ما تكونش واحد المساله استباقيه الناس راه خدامين دابا الان راه كاين الاخوان اللي بزاف داروا ديال الخطوط اللي داعي نذكروا السميات حيت كاين سميات كثيره اللي داروا خطوط جديده الحمد لله راه الامور غادا الاحسن غير هو خاص هذا الامر يكون الفكره تكون توسع تكون عند كل شيء تكون عند واحد الجهه معينه غير عاوتاني نرجعوا دابا ما تمكنش نديروا شي حلقه على الطاكسيات وما نهضروش على ديك السلوكيات تاع بعض سائقي سيارات الاجره هذا انت تشوف بانهم تاثروا على الصوره تاع القطاع تاع سيارات الاجره هو بصح سيرتو ان دابا ولات المنافسه الناس يقدروا يهربوا من القطاع يمشوا للترامو يمشوا ولات بدائل بالنسبه للمواطن هو بصح خاصه الناس تغير سلوكها لان كاين مؤاخذات على الناس اللي ما كتشتش ثلاثة اللي ما كديش بزاف ديال الامور الهندام بزاف ديال الحوايج فنتمناو السائق المهني 2024 يكونوا في المستوى يكونوا في لا واش هادشي خصو النوايا ولا خصو قرارات ولا خصو شنو يعني ممكن خصو يتبدل مجهود من كل شيء لا من الناس اللي كتراقب ولا من المهنيين ولا من السائق المزاولين والمستغلين كل شيء كل شيء كل مسؤول يعني كل شيء عنده الكره الان خص تغيير تغيير جاي خصنا نكونوا قدو يعني الا ما كناش غادي نكونوا في خبر كان دابا تيقول ان لا حل الا بتغيير بدون واحد القانون منظم قطع سيارات الاجره والتعديل وتغيير النظام النظام الظاهر منظم القطاع هو جا الوقت باش نفكروا في واحد القانون منظم المهنه يكون متطور باش نواكبوا العصر يمكنش حنا في 2024 بقى كتنظمنا الظاهر ديال 63 260 1963 فرود يكون قانون شرك فيه كل شيء ثم كصحافه العماله المجلس المدينه كل شيء يشترك فيه يعني المجتمع المدني وانا ذاك يدوز في القبانتين البرلمان ومجلس المستشارين وشنو الحوايج اللي خصها تكون في هذا القانون المنظم؟ حوايج ان يكون مثلا الرخص مدوم الرخصه حيت هي الصلب الرخصه انها تكون عند المهني بيد المهني واحد يشتغل في اريحيه تكون عنده الضمان الاجتماعي يكون عنده حقوقه كانسان بعدا وانا ذاك راه ممكن من خلال هذيك الترخيص اللي تعطى لهذاك المزاول غادي تكون امور اخرى اللي ايجابيه لان الكثير تيقول لك ان ما يمكنش نحلوا المشاكل تاع قطاع سيارات الاجره الا من غير هذا القانون تاع المنظم تاع سيارات الاجره لان اي هضره تقالت من غير هذا القانون المنظم هي تتبقى غير حبر على ورق وصافي اي حاجه دارت كتبقى غير حلول ترقيعيه وتدابير يوميه كندبروا باليومي المفروض يكون القانون على كل شيء يعني بغيت تخدم في الطاكسي تخدم في الطاكسي سيرتو ان دابا حنا في 25 في 2030 ان شاء الله كاس العالم يعني خاص تكون القطاع يكون منظم طبعا ما تاهلناش غنكونوا في خبر كان نتمنى انه المهنيين يتاهلوا رسوم لا هنداميا ولا السيارات ولا كل شيء كان واحد المقترح اللي كان تيدور شحال هذه في الدفع على مستوى مدينه الدار البيضاء هو دائما عنده علاقه باعاده الانتشار وانت كالتاكسي الكبار يعني من الحجم الكبار تولي تربط الدار البيضاء بالضواحي ديالها ما تبقاش تجول على مستوى مدينه الدار هي راه باقي واش هو اقتراح يعني يكون واقع دابا ولا باقي ما وصلش الوقت ديالها هي باقي الان سيارات الاجره اللي كيديروه كيربطوا بين المدن لا باقي ولكن يعني تكون سيارات اجره الحجم الكبير كلها تولي تربط ما تبقاش تجول داخل مدينه الدار هو وسط
هضرنا على المساله هذه نقولوا لي ما لا كاع يكون طاكسي واحد حنا اصل الوسه علاش غنديروا حنا كرون طاكسي وتي طاكسي وهاد الشاشات اللي تفريقه علاش حيت هذا الصنف الاول هو الاول والديبار عنده انطلاقه الدار البيضاء ما يمكنش تمنعو تقول له لا خصك تخدم هنا خصك تخدم من هنا على فين كتشحن من عام هو كيخدموا 40 سنه هما كيخدموا في الدار البيضاء. اذا هذه حلول اللي خصها تحل من جذورها. يعني الا درنا طاكسي واحد اللي بغى الطاكسي راه هو بغى الترام بغى الباصو يبغى اي وسيله ديال النقل يمشي لها. سي عبد الحق شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.